Bonjour Agir, Marco Madame Mahin, je suis à la page 61, entraînement, unité 3. Nous sommes à la page 3, dans le tribunal, dans la page 61. عم نعمل التمارين الباقيين علينا حتى نخلص الوحدة التالتة. أنا عملت بالدرس الماضي نص، كان في عندي نص اشتغلنا عليه عن فيلم الحدود، وهلأ في عندي نصين تانيين مثل ما أنا شايفين دو فيلم، عندي فيلمين سو لينو تحت اسم لا غراند فادروي وفيلم تاني إدمو. طبعا مثل ما أنا شايفين هون سيت انترنت باين هون www.cinejournal.com، يعني أخدين هالنصين من على الانترنت. هون عندي هذا فيلم انسيان قديم شوي، لا غراند فادروي، طبعا هذا لوي دو فينيس، كتير ممثل كوميدي مشهور، وبنصحكم تشوفوا الفيلمين. On lit d'abord et on traduit après. On lit d'abord et on traduit après. Durant 124 minutes, le film raconte l'histoire d'un avion anglais abattu par les Allemands au-dessus de Paris en 1942. Les trois pilotes qui sautent en parachute sont aidés par deux civils français qui accepte de les mener en zone libre. C'est un film d'aventure comique écrit et réalisé par Gérard Houry en 1966. Le film est actuellement le cinquième plus gros succès au box-office français. Excellent, j'adore. Louis de Funès et Bourville, un moment de détente et de plaisir. La grande vadrouille, yani al-nuzha al-kubra. Khilal 124 daqiqa, yani lama baoul, pendant 124 minutes, yani un long métrage. Film tawil. Le film raconte, halla résumé, amnahki, an al-moulakhas. Raconte l'histoire, عم تحكي عن قصة un avion anglais, طائرة انجليزية abattu, اسقطها les Allemands, الألمان au-dessus de Paris, في فوق باريس عام 1942. Les trois pilotes, ثلاث طيارين qui sautent, اللي قفزوا en parachute بالمظلات, sont aidés, ساعدون deux civils français, شخصين مدنيين فرنساويين كي اكسبت قبلوا انه دو لي مني يغدوون ان زون ليبر يوصلون على المنطقة الحرة. اذا هون انا عندي هذا هل عند هون عند الفيلم غاكونت لعند زون ليبر، هذا ريزومي دو فيلم، هذا ملخص الفيلم. هلا سيت ان فيلم دافانتور كوميك، اذا هو فيلم aventure comique, مغامرة comédie, هذا genre نوع الفيلم. Écrit et réalisé, يعني المؤلف l'écrivain ou réalisateur هو Gérard Houry. منيح هو نوع علينا انه هو المخرج وبنفس الوقت هو الكاتب. Date de sortie 1966. تاريخ الإصدار 1966. Le film وهلا بقى هون gros succès. هذا البخي الجوائز انه هالفيلم هو الخامس واخد بشباك التذاكر شهرة، اكبر خامس شهرة بالافلام الفرنسية. هلأ الكومنتير التعليق اكسلان ممتاز، انا بحب كتير لوي دو فينيس هن اللي عم يقولوا وبورفيل، البطلين هن لوي دو فينيس هاد بورفيل الممثل الثاني، هدول les principaux acteurs. Hadolin Moumassilin Raïsien. Un moment de détente et de plaisir. L'ahsa min al-istirkha wal-mut'a. Hada kaman
كومنتير طالع بين جيمي بين قوسين صغار فإذا هذا هو التعليق. أخذنا هيك البريزنتاسيون دون فيلم، حتى زعلوا لي عملي بريزنتاسيون كثير سهل علي، عملي فيش تكنيك، عملي كيف أعطي معطيات الفيلم، صار هين علي. بنصحكم تشوفوه، راح أترك لكم لينك الباند أنونس تبع الدعاية، بتشوفوه إذا حبيتوا بتنزلوه للفيلم وبتشوفوه. الفيلم الثاني إدمون، فوالا أن بو فيلم بلان دومور، أليكسي ميشاليك a écrit et réalisé en 2019 ce film de 109 minutes dont l'histoire se passe à Paris en 1897. Le film raconte l'histoire d'Edmond Rostand qui n'a rien écrit depuis 2 ans et qui propose un rôle au célèbre Constant Coquelin dans une pièce qui n'est pas encore écrite. Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Thomas Oliveres, Olivier Gourmet et Mathilde Seigné ont joué les rôles des personnages principaux dans ce drame comique. Et un film d'Annie Edmond, oui, plus moderne que le premier. هو احدث من الاولين هذاك 1966، لا هذا بال 2019 اخراجه، فهو فيلم احدث عم نحكي عن ادمو. خلينا نشوف نطالع الاليمون اسانسييل، عناصر رئيسيه بهالفيلم. اول شيء بديان ب كومونتير بتعليق، فوالا ان بو فيلم بلان دومور، ها هو الفيلم المليء بال فكاهة. أليكسي ميشاليك a écrit هو الذي كتب وأخرج، يعني عم يسهلوا علينا كثير. إذا l'écrivain et le réalisateur c'est أليكسي ميشاليك، هو الكاتب والمخرج بنفس الوقت. date de sortie est en 2019، عام 2019. ce film de 109 minutes، 109 دقيقة يعني لون متراج، بس يتجاوز الساعة يعني صار لون متراج. دون ليستواغ سو باس ا باري، القصة جرت في باريس، يعني ناسيوناليتي فرونسيز، جنسية الفيلم اللي هي أوريجين فرونسيز، ان 1897. لو فيلم راكونت، هلا الريزومي، الفيلم يحكي. عرفنا كيف نمشي بخطوات البريزنتاسيون؟ الفيلم يحكي قصة إدمون روستان، شخصية اسمه إدمون روستان، هو كي ناغيا إكري، هو كاتب بداخل الفيلم بس ما كتب من سنتين، صارلو سنتين ما كاتب شي. إكي بخبوز وبيقترح بيعرض أن رول دور أو سيليبر كونستان كوكلان على شخص اسمه كونستان كوكلان، بيعرض عليه دور في مسرحية كي ني باز انكور اكريت، لسه ما كتبها، بيقول له بدي اعطيك دور في مسرحيه ولسه ما كتب المسرحيه، يعني فورا بيعرضوا عليه لانه له سنتين ما كتب، فبده يعمل عمل يقدمه مسرحي. ادمون سوميت اكريغ، بيبدا ادمون بالكتابه هالمسرحيه، على كل اللي بهالمسرحيه لسه ما حدا مصدق انه راح تنكتب. لعند هو هاد هو الريزومي. Thomas Soliveres, acteur principal, ou quand même Olivier Gourmet, ou Mathilde Seigné, ont joué le rôle. Ils ont joué le rôle des personnages principaux. J'ai 3 personnages principaux, un des 3 chansons. Là, ici, il y a Thomas Soliveres, Olivier Gourmet, ou Mathilde Seigné. بشو لعبوا؟ لعبوا دون سو درام كوميك، جانر دو فيلم هو دراما كوميدية. عرفنا كيف منطالع الإليمون العناصر من البريزنتاسيون، هاي هي، هذا ماهوشي هلا. مانتنو كوشي باغ فغي أوفو، تنحط إشارة عن صح وخطأ، طبعا السؤال عن الفيلمين. دون سو دوكيومون بهالنص، il s'agit d'une annonce. هل كان هو إعلان؟
Non, ce n'est pas une annonce, Mao Alain. Le document est tiré d'un site électronique. Le nas ma'khoud an mawqi' elektroni. Oui, chefna, l'adresse moujoud faux. Vrai. Le document présente des films. Han nas amdna aflam. Oui, ce sont deux films. Edmond ou la grande patrouille, vadrouille. Dans ce document, bien nasad, on trouve des avis positifs. شفنا آراء إيجابية ما شفنا نقد للفيلم ولا واحد من بيناتهم دونك سي فري أنا خلصت 67 بس في عندي لسه تمرين تابع لهال النص فلازم أعمله قبل ما وبوقف عن تمارين الجرامير إذا أنا هلا بالباج 62 عندي كومبليتي لو تابلو سويفون اكمل الجدول التالي عندي لا غراند فادروي النزهه الكبرى وفيلم ادمون بدي حط هون سيناريست اسم كاتب السيناريو ميتور اون سين واسم المخرج يعني الرياليزاتور جونغ نوع الفيلم تيب ترازو نمطو هو لو ميتراج ولا كور أكتر من الممثلين رئيسيين سورتي تاريخ إصدار الفيلم لكل الفيلمين مع بعض نبدأ بغراند فادروي سيناريست كان جيرار أوري وبنفس الوقت هو كاتب السيناريو يعني هو الكاتب وهو المخرج جيرار أوري أما الجانر نوع الفيلم فكان أفانتور كوميك مغامرة كوميدية التيب كان لون ميتراج فيلم طويل اكتر الممثلين كانوا لوي دو فونيس ممثل الكوميدي وبورفيل كمان الممثل الثاني هدول اكتر برينسيبو دات دو سورتي تاريخ الاصدار هو 1966 لو دوزيام فيلم السيناريست كان أليكسي ميشاليك متر أون سين كمان نفسه أليكسي ميشاليك جانر كان درام كوميك دراما كوميدية تيب كمان لون ميتراج فيلم طويل الأكتر كان توما سوليفيريس سورتي وطبعا في عندي ممثلين تانيين موجودين اسمهم سورتي 2019 خلينا نشوفهم فوالا جيرار اوري نفسه افانتور كوميك لون ميتراج لوي دو فينيس بورفيل 1966 اليكسي ميشاليك درام كوميك لون ميتراج توماس اوليفيريز 2019 كمان انا في عندي ممثلين تانيين معه كانوا غير توما كان هيتوما فوالا اوليفيي بورمي ماتيل سيني بحسن بحطهم بس المحل صغير تحسنوا تحطوهم انتو عندكم اخر سؤال بتعلق بهالنصين هو سانك غلوفي لي زافي دوني ابروبو دي دو فيلم استخرج اراء المعطيه حول بخصوص هذين الفيلمين الاراء كانت كتير بسيطه لانه تعليق واحد لكل فيلم بالنسبة للفيلم الأولاني La Grande Vadrouille كان عندي هون كان عم بيقول Excellent خليني أعلم عليهم كان عم بيقول Excellent الممتاز الفيلم J'adore Louis de Funès أنا كتير بحب Louis de Funès وبورفيل والممثل الثاني بورفيل Un moment de détente et de plaisir هي لحظة من الاسترخاء والمتعة بين علي انه هادي الافي رأي من وجود الدقيمة الاقواس الصغيرة بدل على انه هذا اقتباس اما بالنسبة لفيلم ادمو الكومنتير كان voilà un film plein d'humour ها هو فيلم مليء بالفكاهة هذا هو كان التعليق وانا بقول اني جي فيني لاباج
ان وبشوفكم بالمرة الجاية. اوفوار، على بروشين فوا، كانت معكم مدام مها، باي باي.